بكأس في مع انطلاق الموسم الجديد في الوقت لفريق المغرب التطواني عليه وأمامه الوقت لتدارك الموقف، وإن كان الفوز كان ربما يكون أفضل في هذه المباراة اللي كانت مرتكب كانت يعني من هنا نشاهد إعادة للهدف الوحيد المسجل في هذه المباراة. قلت مباراة كانت متوسطة تقنيا من الجانبين، إنما فريق الأولمبيك أسفي كان ذكي جدا في هذه المباراة. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.